التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الصحافة عموما والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزين العمل الصحفي على الجانب الآخر. كما شدد الرئيس السيسي خلال استقباله أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا التي مر على تدشينها 117 عاما، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشويكا بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد الروماني وسفير رومانيا بالقاهرة. وأعلن الرئيس السيسي أو أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة والتي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لفت مدبولي إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، مشيرا لاستمرار الإجراءات حاليا لإصدار رخص جديدة قريبا. أعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول المنطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة. كانت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أعلنت أن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بازاريك في محافظة كهرمان جنوب تركيا على عمق 7 كيلومترات. وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إلى مقتل وإصابة العشرات وانهيار أكثر من 130 منزلا جراء الزلزال. في الوقت نفسه أوضحت هيئة الدفاع المدني السورية أن هناك مئات الضحايا جراء زلزال شمال غرب سوريا. كما أوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزال طال أيضا لبنان وقبرص. أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية على الرغم من إدراك الحاجة الملحة لإعادة التسلح في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضحت مصادر دفاعية أنه لن يكون بوسع بريطانيا تقديم عدد كبير من الجنود مثل ما يتوقعه أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو لقوة رئيسية جديدة يقوم الحلف بتشكيلها لتعزيز دفاعاته. من جانبه أقر وزير الخزانة البريطانية جيرمي هانت أنه من غير الممكن زيادة الإنفاق العسكري الحقيقي على خلفية التضخم المرتفع في المملكة. تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق اليوم بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف، ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ 4 عقود، في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدراتها وسيؤدي أيضا إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري. شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 في يومه 11 إقبالا جماهيريا كبيرا من الأسر المصرية والتي حرصت على التوافد إلى المعرض منذ الصباح للاستمتاع بما يقدمه المعرض من خدمات وفعاليات ثقافية متعددة.
وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين إن عدد الزائرين تخطى أكثر من 400 ألف زائر، مضيفا بأن ما شاهده المعرض يمثل مشهدا حضاريا جسدته الأسرة المصرية التي حرصت على اصطحاب الأطفال من أجل زيارة المعرض. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.